الناس طبعا في الصيف بتحب السهر. سهر بقى يعني ايه؟ ان احنا نقعد نتجمع العائلات كلنا اجازه، يعني بقى حواديت وحكايات وكلام بالليل وتليفونات بقى وكلام يجيب وكلام يودي ووعود وكلام معسول. بس المشكله بقى الحقيقيه ان الوعود اللي بتتقال بالليل ما بتتنفذش الصبح. انت منهم ولا مش منهم؟ ليه؟ معرفش. ما هي دي بقى موضوع حلقتنا. وعود بين مين قصدك؟ وعود بين مين صحيح؟ راجل قاعد مع مراته بالليل بياكلوا لب قدام التلفزيون، بيوعدها بحاجات قدام البحر قدام التلفزيون، ده اللي ينطبق عليه كلام. ولا واحد بيكلم خطيبته في التليفون مثلا ويوعد يا روحي هخرجك بكره، يا حبيبتي طبعا هجيبها لك بكره بالليل. يصحى الصبح بقى يحصل ايه؟ يصحى يحصل ايه؟ مفيش، بيفطروا. يصحى يا عجزة على الكلام. ده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم للشيف حسن. ليه بقى يا شيف الكلام الليل متهون بزبده ولما بيطلع عليه النهار بيسيح بيدوب؟ عشان احنا في الصيف والجو حار، لازم تسيح. ده زبده ما شاء الله. لازم تسيح، الدنيا حر. ما شاء الله عليك، ما شاء الله، اجابات نموذجيه. انت تتحسد. لا لا رهيب. انا ما حدش يتوقعني. خدي بالك من دي. انا واخده بالي. خدي بالك من دي. غير ما تعرفي الاجابه بس ده اقل حاجه يعني. انت تعرف اجاوبها الاجابه دي؟ تعرف مين اللي طلع المثل ده؟ اكيد شيف زميل ليا. مش قال لك زبده وبتسيح؟ يبقى اكيد شيف. والله تصدق. ولو دورتوا انتوا الاثنين نص الامثال المصريه طالعه على ايد شيفات. كلهم شيفات. يعني مثلا ايه؟ بصلة المحب خروفه. والمثل ده وكل فوله ولها كيان. صح. ويا دخل بين البصله وقشرتها. اكيد دخل بين البصله وقشرتها. منوبه كل ريحتها. ريحتها صح. كله شيفات وماضي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب صدقي عنده حق. ده اللي يتلسع من الشوربه ينفخ في الزبادي. ادي شيف اهو. والجعان بيحلم بسوق العيش. برافو عليك يا لميس. ايه ده؟ ممكن يطلع شيفات فعلا. كل الشيفات اللي مطلعين. يعني انا مش متاكده هم شيفات ولا لا، بس لازم نتاكد من المعلومه ده. يعني في مثلا عندها برضو ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. ايوه برافو عليك. في ضرب الحبيب زي اكل الزبيب. برافو. وادي العيش لخبازه. برافو. بس يا ترى اصل وفصل الامثال دي ايه؟ اصلها وفصلها ايه؟ المطبخ. اكيد مش كلها. لا كلها طالعه من المطبخ. اكيد لا كلها طالعه من المطبخ. اكيد لا. ده ناس بقى جعانه ولا ناس بتاكل ولا مش زبده؟ انتوا قلتوا زبده دلوقتي. الزبده دي يطلع عليه النهار يسيح. طب ما نحطه في الفريزر. يعني هيسيح هيسيح برضه. برضه؟ ايوه هياخد وقت، وما يطلع من الفريزر هيبدا يتعرض للرطوبه يبدا بلت يعني كده كده.